إير مزوز حاخام بني براك يعلن نازية حكومة إسرائيل ووزيرها الأول نفتالي بنت، بل هم أسوأ من النازيين، لأن النازيين يخدمون شعبهم، فيما الوزراء الحاليون في هذه الحكومة حكومة بنت ولبيد يكرهون هذا الشعب. هذا الحاخام الكبير حريدي لبيعة رحمهم، وأكد أن هؤلاء الوزراء يغادرون العالم، خصوصا يائير لبيد ووزير المالية أفيغور ليبرمان. مزوز حاخام سفردي من السفارديم، له تأثير على شخص وزعيم أيضا لحزب يشاد، لقائد السابق لشاس إلي يشاي. الآن هذا الحاخام مزعج للغاية، لأنه متهم ببث الفتنة من جهة، فيما تلقى نفتالي بنت رصاصات تحذير من مناضل يميني، ولبيد تلقى رسالة تتمنى له الموت بالسرطان وأنه يتفوق على النازي أدولف هتلر. كما تلقى وزير الشؤون الدينية متن كهنة تهديدا بتلقي مصير إسحاق رابين. ولأول مرة منذ سنوات تركت الأحزاب الحريدية الثورة الموحدة وشاس والحرب ضد العلمانيين لبيد وليبرمان تتواصل وبشكل كثيف للغاية، إذ حرموا على الجنة وحرموا من النعيم. وحسب القناة الثانية عشر، فإن الإجراءات الاقتصادية ستكون ضد الأرثوذكس المتشددين في حرب ضد المتدينين، كما يرونها على الأقل هؤلاء طلبة التوراة. وقرر ليبرمان خفض ميزانية تلامذة التوراة من 360 مليون دولار إلى 240 مليون دولار. من جهة ثانية، فإنه أيضا نقص من تمويل التعليم التلمودي ب 25%. والمواجهة الآن بين اليهود الروس في إسرائيل الأكثر علمانية وبين يهود الشرق الأوسط المتدينين بشكل كثيف وتوراتي محافظ. وخوفا على زوال الدولة، فقد أجل وزير المالية الإسرائيلي ليبرمان مشروعه إلى 2024، ورغم ذلك لا تزال الفتنة قائمة. الذي يتزعم هذه الحرب مئير نسيم مزوز صاحب كنيس بني براك من 2014، هذا اليهودي الذي ولد في تونس في 27 من مارس 1945 نهاية الحرب العالمية الثانية، وثلاث سنوات مع إنشاء من تسمي نفسها إسرائيل اليوم، فنمان ابن مصلية مزوز، الذي قال بأن العرب سيهزمون إسرائيل إن لم يسدهم اللواط. كذلك الشأن بالنسبة لرفضه اللواط واعتبار كورونا ليس أكثر من عقاب إلهي للواطيين وللعالم، لأنهم تصالحوا مع هذه الشاذة. وكلما العرب زاد لواطهم كلما لم يهزموا إسرائيل. ومن انتصر على اللواط انتصر ليخدم أرض المقدس، الأرض المقدسة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. إسرائيل منشطرة إلى أبعد حد، هذا الذي يمكن تأكيده الآن، خصوصا مع رفض مبطن ليهود أوكرانيا وأيضا لباقي اليهود من الروس، لأنه كلما زاد يهود الروس أو روسيا أو القادمين من العالم الشرقي ستزيد علمانية الدولة. وهكذا فإن اليوم يهود الشرق يدعون إلى رفض علمانية الدولة، فالأحزاب الحريدية وأيضا الأحزاب السفردية عموما، أي التي تنتمي للشرق الأوسط، هؤلاء يقاتلون من أجل تدين المعركة وجعلها دينية. وهكذا فاليمين لم ينتصر بهذه الطريقة إلا عبر هؤلاء اليهود السفرديم،
إذن وضع جديد اليوم مع ليبرمان ومع لبيد وكل هؤلاء العلمانيين. أصبحت الحرب مباشرة وواضحة إلى أبعد حد. لكن عندما يربط مزوز مصير إسرائيل باللواط، هذا له استنتاج أيضا من العالم. وذهب العالم بعيدا باتجاه تضبيب الصورة، خصوصا في علاقة كورونا بالمدخنين وارتفاع الإصابات لدى المدخنين. هذه زاوية. الزاوية الثانية بالنسبة للواطيين وجدري القرود، معنى ذلك أن هناك تغطية على أمرين، المدخنين واللواطيين، وهذا الذي يجعل من المعركة الدينية عموما السماوية التي تحاول أن تبعد المسكرات وتبعد أيضا كل ما يضر الإنسان، والسعي إلى عيش حياة أكثر إيكولوجية، يعني أكثر مصالحة مع البيئة، مثل هؤلاء المتدينين مرفوضون حاليا لأنهم يشوهون بين قوسين هذه الحضارة المنفتحة على الجميع. لكن بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة لمزوز وهذا الحاخام التونسي، فهو يقود حملة يحاول من خلالها ربط كورونا باللواط بكل هذا من جهة، فهو يرى أن مجرد إعلان ما سمي بالتظاهرات التي لهؤلاء، فكل تظاهرة للواطيين هذا غضب الله، وهذا الذي نراه مباشرة. إذن بالنسبة إليه، إن ساد في العرب اللواط فإنهم سيهزمون إلى أبد الآبدين. كذلك الشأن بإسرائيل، فالمسألة تتعلق بالمدى الذي تستفحل فيه هذه الظواهر بين إسرائيل وما بين محيطها العربي. فإن كان العرب أبعد عن اللواط فإنهم سينتصرون على إسرائيل. الأمر لا يتعلق باللواط وحسب، وإنما أيضا بباقي القيم، وهذا الذي يعطي أفقا مفتوحا لما سمي بالقيم الشرقية عموما، لا أقصد السوفيتية، وإنما الشرقية التي تحاول أن تسند نفسها على سلوك بيئي أبعد بكثير عن مثل هذه اللواطية وغيرها، لأن الكتب السماوية التي نزلت في هذه المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، أبعد بكثير من اللواطية وكل ما ذكر من التوراة وإلى القرآن، يعني الكتب الثلاثة، لأن لها شعوبا أكبر. مثل هذه الكتب تحرم اللواط وتحرم أيضا لدى المسلمين ولدى اليهود ولدى المسيحيين، كل هؤلاء الشرقيين يرفضون السلوك الغربي المنفتح على كنائس مصطنعة لسلوك مصطنع يرفضه على الأقل مزوز وهؤلاء كهنة كانوا أو أئمة أو قساوسة. على أي اليوم إسرائيل يرى على الأقل مزوز وغيره أنها كلما تبنت العلمانية سلوكا وكلما حاربت طلبة التوراة تماما كما الأمر عليه في الطرف الآخر، فإن هناك هزيمة مؤكدة لإسرائيل وعدم بقاء هذه الدولة. فإن صالحت نفسها على اللواط أو صالحت نفسها على ما دمر حضارات بكاملها في الشرق كما تذكر الكتب السماوية، فهذا يعني مباشرة أننا أمام صعوبة كبيرة الآن في القبول بمصالحة، وكل شعب في الشرق صالح اللواط فقد حكم على نفسه بالزوال. هذا هو جوهر ما يمكن اعتباره رؤية لمزوز. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية أن هناك حرب ما بين العلمانيين والمتدينين. صحيح على أن الأحزاب الحريدية أو الدينية عموما كانت دائما في الحكم، وكانت تعطي امتيازات كبيرة لطلبة التلمود، وأيضا محاولة الوصول إلى توازنات بخصوص هذا المجتمع مع المجتمع العلماني.
وفي آخر المطاف وجدنا تأثيرا عاليا في الجيش بالنسبة لهؤلاء اليمينيين. اليوم فيه إعلان موت كل من ليبرمان، الدعوة مباشرة إلى أنهم نازيون إلى آخره. هذا يتجاوز ما حدث مع إسحاق رابين. إسحاق رابين لم يكن إلا بين قوسين بطل سلام سلم للعرب ما لا يجب، هذا أقل شيء بالنسبة إليهم. اليوم هناك صراع مباشر فيه جانب ديني، وأن هؤلاء خارج إسرائيل، يعني خارج دين إسرائيل. اليوم هناك المعيار الديني الحاسم ما بين أن يكون لك أصل يهودي وما بين أن تكون متدينا. فغير المتدين الآن مرفوض إسرائيليا، وهكذا ينشطر المجتمع الإسرائيلي باتجاه زواله، لأن في اللحظة التي سيحكم فيها المتدين الإسرائيلي أن العلمانية كافر ومن خارج الملة وأيضا من خارج إسرائيل، ولا معنى لإبقائه في إسرائيل، لأن هذه الدولة هي دولة دينية وقد يقرب غير اليهودي من المتدينين على العلماني الذي له أصول يهودية. عندما يقترب الإسرائيلي من هذه اللحظة سيكون بمثابة نهاية الدولة، نهاية الدولة والعودة إلى الجيتوهات والعودة إلى الطوائف كما هو معهود في هذا الشعب. إذا الشعب اليهودي قد يفكك الدولة، وهذا الذي يلاحظه الجميع. لذلك فمن داخل إسرائيل ستهزم إسرائيل، لن تهزم من خارجها بل ستهزم من داخلها، وهذا هو الشيء المؤكد الآن. إذ عندما يربط مزوز مثلا ما بين زوال إسرائيل ومصالحة مع اللواطيين في إسرائيل وفي غيرهم من العالم أمام هذا الغضب الإلهي، فهذا يتأكد من خلاله أننا أمام آخر المسافة أو آخر مايل تقطعه إسرائيل الدولة، لأن إسرائيل تعيش كإسرائيل من دون دولة، لكن بالدولة والمصالحة مع اللواط والمصالحة مع كل التقاليد العلمانية، فهذا كله لا يسهم بأي حال مع مجتمع متدين مغلق يريد أن يعيش تدينه أكثر مما يريد أن يعيش دولته. وفي هذه الحالة سيكون هناك صعوبة كبيرة في قبول هذا الجمع الفسيفسائي الإسرائيلي بين يهود الشرق الذين أصبحوا أكثر ارتباطا بهوياتهم، أكثر ارتباطا بعقيدتهم، وكلما زادت المصالحة ما بين إسرائيل والعرب وانتقل هؤلاء إلى جذورهم سيستعيدون مرة أخرى حياة الهجرة من خارج الدولة. ولذلك فالإسرائيلي اليوم يريد الجواز الثاني قبل أي شيء آخر لسبب رئيس، لأن هذا الجواز هو الذي يعطيه أهمية أن يعيش تدينه في كل بقاع العالم. لكن الآن عندما لا يعيش اليهودي كامل يهودياته وتدينه في إسرائيل، فهذا هو الرهان الذي يجعل من إسرائيل متجهة نحو حرب أهلية. اليوم بدأت بالكلمات وغدا بالرصاصات، وقد وصلت الرصاصات إلى الوزير الأول بنت، وبنت يحاول أن يكون أكثر يمينية كما حدث في مسيرة الأعلام مثلا، فهو يتخذ إجراءات أكثر تطرفا لسبب رئيس، لأنه يريد أن يبتعد عن الموت. وببساطة شديدة فإن الرصاصات التي وصلت إلى مكتبه وإليه وإلى أيضا عائلته يتأكد من خلالها أن اليمين لن يترك أحدا يحكم إسرائيل إلا إن كان أكثر يمينية، ويعني تطرفا يمينيا صارما هو وحده الذي يمكن أن يحكم إسرائيل. لأن من لم يحكم إسرائيل إلا بما نزل في العلمانية فإن خبره سيكون هو الموت، إما بالرصاصات إما بالدعوات إما بأن يكون مصيره مصير هتلر دفعه مباشرة إلى الانتحار.
كل هذا يجعل من إسرائيل اليوم إسرائيل الخائفة على نفسها، والتي تحاول أن تجعل من أحزابها الدينية هي الأحزاب القائدة وسلوكها الديني هو الحاسم. وهكذا فقد ضاعت إسرائيل من جهة، إسرائيل اليسارية المتعددة وغيرها، يعني بين قوسين دولة إسرائيل الهرتزلية. أنا أعلن أن إسرائيل انتهت، إسرائيل الهرتزلية انتهت في هذه السنة، انتهت أمام هذه التهديدات وأمام كل ما يجري. أول خطوة حقيقية لنهاية إسرائيل بدأت بهذا الصراع العلماني الديني، وسينتصر الديني على العلماني في هذه المرحلة، وآنذاك لن يجد نفسه إلا ضعيفا، وآنذاك سيعيد الشتات من أجل أن يعبد الله بطريقته. وهكذا فمن الصعوبة اليوم أن تعيش اليهودية من دون الصهيونية في أي دولة. الدولة الحديثة الآن لإسرائيل أساسها صهيوني، أساسها ليس ديني، أساسها صهيوني، أساسها هرتزلي وليس تلمودي. وبعدها رأينا كيف تتحول هذه الدولة من علمانيتها إلى تدينها، وبتدينها سيصل الوضع إلى حالة صدام مع محيطها من جهة، وثاني مسألة مع المتدينين من أديان أخرى. وهكذا تضعف الدولة لأنها ستخرج عن علمانيتها إلى دينيتها، وهذا قد كرر سالفا. فلا تكاد تعيش أي دولة أكثر من 102 سنة في أبعد حد إن كانت علمانية، وإن كانت متدينة فهي لا تتجاوز 80 سنة لسبب واحد، لأن العلمانيين هم الذين أسسوا الدولة اليوم، والصهاينة هم الذين أسسوها وليس المتدينين، بل كانوا في الخلف والآن يتقدمون لقيادة المرحلة. مزوز التونسي هذا الحاخام هو الذي يربط زوال إسرائيل بمصالحتها للواط، وأهم من كل ذلك باقي الظواهر التي تجعل من ليبرمان علمانيا كافرا بالتوراة، لأنه يناهض طلبة التلمود. وإن كان هذا هو الوضع القائم، فإن الكل يعتبر هذه الحكومة حكومة نازية، وكل يساري الآن سيكون نازيا، وهكذا فاليهود سينتصرون لتدينهم على دولتهم، وهكذا ستتفكك من الداخل إسرائيل. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.